أول ما بدي أصلي على محمد حبيب الحبيب دنيا من الرحمن صلاة ترضي النبي صلى عليه يا معشر الأسلام. الأول امدح النبي صديق وهم بكتاب سلاطين وملوك فرحوا به واكتابوا يا بني يا قريش بجاه الحق واكتابوا كتر من الناس يا ما شافوا النبي وحد لا اله الا الله يعلم لك لأنه الصراط أرق من الشعر وأحد بكرة يوم وفيه يحكم الواحد وكل واحد أهو ملزوم الفائدة مني صلاتي على النبي حبيب الحبيب طلبة من الرحمن يا سعد من أكثر صلاة على النبي يا سعد من صلى وأدى صيام أدنى السماوات لا رياح في مولد النبي المسك فاح وعم في الوديان من بعد ما دحي في جمال محمد اصغى لقولي ومعنى الاشعار قال الامير ابو زيد عند المشاكل دنيا غروره